متى ابتدى الاجتماع يا كريم لمجلس إدارة النادي الأهلي، ومن المتوقع ان هو ينتهي امتى طبقا لمتابعتك يعني وتواجدك داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة؟ يعني نقدر نقول زميلي امير 3 عصرا يمكن بدا الاجتماع ساعه، وبعد كده المجلس طلع على طول لتكريم فريق اليد، ويمكن دخل كمان الاستكمال بقى المجلس ومناقشه باقي الملفات. يعني نقدر نقول يعني ممكن يطول شويه الاجتماع، او ملفات عديده جدا في مجلس الاداره، لكن احنا منتظرين طبعا القرار، حتى لو صدر القرار مبدئي او القرار في الاول وبعد كده القرارات تيجي بالتوالي، منتظرين بس القرار الخاص بكل المتجاوزين، وتحديدا ان شاء الله باذن الله تكون في خلال الساعات القادمه او الساعه القادمه ان شاء الله باذن الله يكون في قرار لمجلس اداره النادي الاهلي زي ما اكدت لك امير، يرضي جمهور واعضاء كل جمهور النادي الاهلي. طيب كريم، فيما يتعلق بتكريم مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب لفريق كره اليد، عايز اعرف ابرز الكلمات اللي قالها الكابتن محمود الخطيب في كلمته في توقيت هذا التكريم تحديدا. يعني في البدايه كابتن محمود طبعا هنى كل اللاعبين وقال لهم طبعا حاجه مهمه جدا، قال لهم انا يمكن وقفت معاكم بعد الهزيمه في المباراه الاولى وقلت لكم تقدروا ان انتوا تاخدوا الكاس، كاس مصر، وقدرنا ان احنا ناخد الكاس، وقبل ما يسافروا قلت لكم ان انتوا تقدروا ان انتوا تحققوا البطوله الافريقيه وحققتوا البطوله الافريقيه. ده نقطه مهمه جدا الحقيقه، كابتن محمود قال انا شايف وشوشكم ان انتوا عايزين تحققوا اكتر من كده، اسعاد الجمهور ده مسؤوليه كبيره جدا عليكم، جمهور النادي الاهلي لن يقبل ولا يقبل الا بالبطولات، وعدد كبير من البطولات لا ينتهي، فيمكن الكلام ده كان واصل للعيبه بشكل كبير، وقال لهم انا شايف وشوشكم ان احنا عندنا مباراه خلال الايام القادمه، وهي مباراه القادمه طبعا السوبر، مباراه نادي الزمالك المؤهله لكاس العالم للانديه، مباراه مهمه جدا. الكابتن قال لهم انا شايف ان شاء الله باذن الله ان انتوا تقدروا تحققوا الفوز. كمان النقطه المهمه جدا ان احنا اعمار الفرقه دي امير 18 و19 و20 و21 سنه، من زمن كبير جدا ما شفناش فريق كره اليد بالنادي الاهلي في هذا الامر، وفي 12 لاعب من ابناء النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا. عائله الاهلي اما بنتكلم عليها وبنتكلم على ابناء الاعضاء والمتواجدين وعدد كبير من اللاعبين في كل الالعاب، دي بتدينا طمانينه جدا، لان كل واحد عارف قيمه النادي الاهلي وتواجد فيه سنين عديده جدا، اما بتيجي يخش بطوله ويلبس تيشيرت النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه تحديدا بالامر بيكون مختلف جدا، اما بيكون وافد من جديد غير لما يكون لاعب ناشئ من النادي الاهلي وعضو من النادي الاهلي وابن اعضاء النادي الاهلي. فنقط عديده ومهمه جدا حقيقه كابتن محمود الخطيب كانت كلماته مهمه جدا، واللعيبه كمان كلها استقبلتها بشكل كبير، هن اللعيبه دروع كانت بسيطه جدا وزعها طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره على كل اللعيبه، وقال لهم منتظرين منكم اكتر من كده، وده الحقيقه اللي احنا بنأمله ان شاء الله من فريق كره اليد بالنادي الاهلي. اربع خمس ايام او اقل من اربع ايام هيكون في مباراه مهمه جدا، بنأمل ان شاء الله التركيز اللي شفناه في البطوله الافريقيه، اصرارهم، توليفه المميزه مع كابتن طارق محروس الحقيقه المدير الفني لفريق النادي الاهلي، نقدر ان شاء الله باذن الله نرفع كاس البطوله ويتواجد النادي الاهلي في بطوله كاس العالم اللي هتقام ان شاء الله في السعوديه خلال الاشهر القادمه باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، وطبعا متواصلين معاك لحظه بلحظه، لو في اي جديد هتكون معانا على الهواء مباشره عشان يعني نقوله لجمهور النادي الاهلي.